مرحبا أخي وسام، أنا أردت أن أشارك معك هذه الصفقة. في هنا موجة دافعة وبعض أعطاني هنا تصحيح. لاحظت أن في نموذج رانينج فلاج وبعض أعطاني زيادة في الزخم في آخر موجة، وبعض أعطاني تصحيح أكبر. بعد لما كسر التصحيح ببعض بيبسات، أعطاني هنا رينج في هالمنطقة، ودخلت فيها دخلت فيها المكان هنا. وأنت تشوف أخي، السرقة كانت رائعة. شكرا كثير وجزاك الله ألف خير، وما بعرف كيف لا أعرف كيف أشكرك. الله سبحانه وتعالى هو الذي سوف يشكرك على المعلومات القيمة وعلى الدورة الرائعة. شكرا أخي، جعلتني أرى يعني أتشارت كالمرآة. شكرا لك يا أخي، والله يوفقك ويزيدك علمي إن شاء الله. بارك الله فيك. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد وفي تحليل جديد من قناة العملة عفو الكذب. سنقوم بتحليل البيتكوين كما تعودنا، لكن قبل البدء دائما ندعوكم إلى عرض دورتين بسعر دورة واحدة. هذا أفضل عرض يمكنك الحصول عليه وأرخص عرض في عالم التداول، لأن هذه دورات قوية جدا تستاهل 10 أضعاف المبلغ. فدورة التحليل الموجي، كل ما يتعلق بتحليل الموجي، هي جاءت لحل مشاكل اليوت، لان الناس اللي تستعمل اليوت كل واحد يرقم بطريقته، وهذا خطا. احنا وجدنا طريقه حتى نرقم بطريقه ستاندرد، يعني طريقه متماشيه مع كل الناس، يستعملها كل الناس او كل المتداولين المستفيدين من تحليل الموجي. بالنسبه للبرايس اكشن كذلك، هي دوره تعتمد على المنطق، اماكن دخول، يعني البيج بويز، كيفيه تداول النطاق، امور كثيره جدا، استراتيجيه الدخول والخروج من الصفقات، امور كثيره جدا. من افضل الدورات، وهذا بشهاده الاخوه المشاركين في الدوره، ليست شهادتي، ودائما ترون شهادات الاخوه في قناه التليجرام المجانيه التي يعني ادعوكم الى الاشتراك فيها. دوره بتواصل لكم في صندوق الوصف، وكذلك نضع ارباح المشاركين في دوراتنا التدريبيه كما تلاحظون، يعني ارباح صوت وصوره، صفقات صوت وصوره، لاحظوا ارباح 47%، 59%، فوركس، عملات يعني ذهب، يعني امور كثيره الحمد لله. لاحظوا الارباح يعني دائما يسجلون لي حتى في سوق الفوركس، لاحظوا هذا الاخ يحقق ارباحا في الفوركس في الاوزي كاد، يعني كما تلاحظون، كذلك في اليورو دولار كما تلاحظون 71، يعني 1270 دولار كذلك، يعني امور يعني امور كثيره الحمد لله. 38%، 81% ارباح قويه وقويه جدا، صفقات مباشره، يعني الحمد لله الاخوه يستفيدون، كذلك هنا اليورو دولار يستفيدون من هذه الدورة. اذا الرابط اضع لكم اسفل في التعليقات، خذوه كاملا، انا الذي اجاوبكم مباشره، اطلبوا رساله صوتيه باسمي، ليس هناك دعم، انا الذي اجاوب لتفادي النصابين، انا الذي اجاوب عليكم، انتبهوا، اطلبوا رساله صوتيه باسمكم، خذوا الرابط كاملا، خذوا الرابط كاملا، لحد الساعه هناك من يتم النصب عليه لانه لا يستمع، انتبهوا، خذوا الرابط كاملا، اطلبوا رساله صوتيه باسمكم، ليس هناك دعم. كل اذا اتصل بك شخص انتبه من هذا النصب، انا لا اتصل باحد، انت اذا اردت الدوره من سيتصل بي؟ خذ الرابط كامل، اطلب رساله صوتيه باسمكم، واحذروا اصدقائي، انا اخاف عليكم، فانتبهوا من النصابين، هناك من يستغل يعني قناه العمله في الكذب وقناه التليجرام، ليس لانه واضع صورتي فهو انا، انتبهوا، هناك من ياخذ صورتي ويستغل بها الناس، انتبهوا، دائما اقولها واعيدها وكل يوم وفي كل فيديو، ورغم ذلك في ناس تقع في هذا الشرك مع الاسف، انتبهوا من هذا الامر. اذا الرابط اضع لكم اسفل في التعليقات، كما قلت اطلبوا رساله صوتيه باسمكم، لا تنسوا الذهاب الى الموقع biprowavetrader.com، في هذا الموقع هناك مقالات، هناك كتب يمكنكم تحميلها مجانا مثل الدليل الاساسي للشمول اليابانيه، يضغط على ابداء مجانا، دعم الملك الخاص، تصلك الكتب الى الملك الخاص، تحذير، التداول مهنه خطيره يمكن ان تخسرك اموالك، لذلك كل ما نقوم به في هذه القناه هو ده مغزى تعليمي تثقيفي 100%، لا نعطي لا نصائح ماليه ولا استثماريه، اذا ضغطت على زر الشراء والبيع انت المسؤول، مسؤوليه تامه عن قراراتك، قناه العمله في الكذب لا تتحمل اي مسؤوليه، كل ما نطلبه منك ان تراقب، تقارن، اذا عجبتك الطريقه يمكنك الانضمام الى دوراتنا. اذا ماذا لدي في البيتكوين؟ ماذا لدي في البيتكوين؟ طيب لاحظوا، نحن الان يعني كما تلاحظون عندما تم كسر هذا القاع مستوى يعني 28000 دولار، لاحظوا هنا خلاص، بالنسبه لبنيه الاكسباندين اكتملت، ننتظر فقط اشاره، لكن المشكله انه لا اريد ان تكون لدي زياده في زخم هذه الموجه. لا اريد ان تكون لدي زياده في زخم هذه الموجه، لان هذه الموجه هي على شكل
لاحظوا زيادة في الزخم، وحتى في الموجة الأخيرة التي هي من هنا إلى هنا فيها زيادة في الزخم 1 2 3 فيها زيادة في الزخم، بالتالي هذه الأمور لا أريد أن أراها، أريد أن أرى نقصا في الزخم. كيف سأحصل على نقص في الزخم؟ سأحصل على نقص في الزخم إذا حصلت، ننشئ في 4 ساعات حتى تروا، سأحصل على نقص في الزخم إذا حصلت على تصحيح مساوي لهذا التصحيح هنا ثم نزل السعر، هكذا سأحصل على نقص في الزخم، وهكذا سأكون متأكدا إذا حصلت حركة قوية ثم تصحيح سأكون متأكدا أنه خلاص هناك صعود. لماذا؟ لأن النقص في الزخم يشير إلى نقص في قوة البائعين، نقص في قوة البائعين، بالتالي عندما تكون لدي نقص في قوة البائعين يعني تصحيح ثم عودة، نقص في قوة البائعين ثم ظهور مشترين أقوياء ثم نطاق أو حرب بين المشترين والبائعين ثم تغلب المشترين على البائعين، هذا يقول خلاص هؤلاء البائعين خلاص توف، خرجوا من السوق، ماتوا، خرجوا من السوق، أخذوا أرباحهم وخرجوا من السوق. تلاحظون؟ إذا أبحث دائما عن هذه المنطقة، وهذه المنطقة نسميها في دورتنا منطقة تمركز الأموال. طيب الآن في الحالة التي فيها أنا، منطقتي التي سأبحث فيها عن تمركز الأموال هي الـ40 ألف دولار لحد الساعة، هي الـ40 ألف دولار، لأنه ليس لدي ذلك التصحيح المساوي لهذا التصحيح ثم كسره، ليس لدي، يعني أريد تصحيح يكون مساوي لهذا التصحيح مثلا ثم كسر قاعه هنا، هذه المنطقة لن تصبح 40 ألف دولار، ستصبح أقل، لكن لحد الساعة ما دام لم يحصل هذا الأمر، المنطقة التي سأنتظر فيها ذلك المنطقة تمركز أموال للصعود الاستثماري، نحن الآن نتحدث عن الصعود الاستثماري، يمكنك أن تتداول يوميا، هذا ليس شأني، لا أنا لا أحلل للتداول اليومي أو سكالبين، لا لا لا، نحلل التداول الاستثماري، كما قلت إذا أردت نحلل لك كل السكالبين يجب أن أحلل لك البيتكوين كل يوم 3 4 مرات، وهذا غير ممكن، مستحيل أخي الكريم، لذلك نحلل مرة واحدة في اليوم وربما حتى في يومين. إذا الآن ما أريد أن أرى هو أن أرى حركة قوية ثم حرب هنا، يعني تكسر مستوى الـ40 ألف ثم حرب هنا، هات هي منطقة تمركز الأموال التي سأنتظر، لكن لحد الساعة لم يحدث شيء، نحن فقط في منطقة حرب الآن، نطاق تصحيح كما تلاحظون، هذا التصحيح ربما لازال لم يكتمل، يعني قد يكون هذا كما قلنا لازلنا في منطقة الرانين فلات للصعود، ولاحظوا هل هذا نطاق؟ يمكن أن يكون نطاق، بالتالي هل هناك احتمال أن يصعد؟ يمكن أن يصعد من هذه المنطقة لكي يعطيني موجة دافعة ثم تصحيح ثم موجة دافعة، وهذا لن يكون فقط إلا تصحيح لنزول أخير، تابعوا من هذا الأمر. لذلك هنا الناس اللي عندها خبرة وهذا ممكن تتداول يوميا، نحن لا نعطي توصيات كما تعرفون ولا نصح مالي، لكن ما أرى أنه هنا نطاق، وإذا يعني أتيحت لك فرصة يمكن استغلالها. هل لدي ديفرجنس هنا؟ أحتاج إلى الماك دي فورسي، يعني لنرى على فريم 15 دقيقة ربما، نعم هناك ديفرجنس، لاحظوا على فريم 15 دقيقة هاتي الموجة، إذن هذا كونتراكتين، ربما هذا تصحيح، قد يكون كونتراكتين كذا، اذا 1 2 3 4 5 دبليو اكس واي اكس زد، بالتالي يعني نحن في نطاق 2015 دقيقه، هناك احتمال كبير اذا تم الكسر بقوه ان يصعد لكسر القمه ثم يعود، لكن يجب ان تكون لديك استراتيجيه لذلك، بالتالي نحن دائما في ذلك التصحيح، بالتالي في ذلك التصحيح يعني ممكن كسر هذه المنطقه قمه ممكن، لكن أنا لست مهتما بهذا الأمر، أنا مهتم بالصعود الاستثماري، لست مهتما بهذا الصعود البسيط، لذلك حتى لو صعد لست مهتما، حتى لو صعد يعني لست مهتما، الناس اللي تداول يومي ممكن، لكن أنا هدفي هو أن يكتمل هذا التصحيح أولا، ثم من هنا يمكن البحث عن النزول لمرة أخيرة، وبعد ذلك من هنا يمكن البحث عن الصعود، فانتبهوا لهذا الأمر. وإذا المستوى الذي يجب الانتباه منه هو مستوى 31475، ليس لأنه تم كسر سيتم كسر هذه المقاومة خلاص البيتكوين طاير، لا لا، إذا صعد ماشي خليه يصعد أخي الكريم، خليه يصعد يصل إلى 40 ألف دولار ثم يصحح وهنا تكون متأكد، لكن إذا صعد فقط كسر هذه القمة، لا لا لا، هذا لا يقول لصعود، هذا لا يقول لصعود نهائيا، لأنه لاحظوا هذه الموجة كيف هي تصحيحية، ولاحظوا كم دامت هنا، لو كان البيتكوين فقط منطقيا أصدقائي من فضلكم، فقط منطقيا شغلوا أدمغتكم قليلا، أنا دافي في هذا القناة أن تشغلوا أدمغتكم قليلا، لو كان البيتكوين سيطير ما كان سيقوم بهذا التصحيح الكبير،
أنا سيعمل موجة دافعة ثم تصحيح بسيط ثم بوم، لن يعطيك حتى الفرصة لتفكر في الشراء أو الدخول في صفقات. فانتبهوا انتبهوا، هذا ما هو إلى تصحيح. هل ممكن يرجع ثم يرجع ثم يرجع يكسر القاع؟ هنا إذا كسر القاع أوكي سيكون تقفيل هذه الموجة، هنا يكون هذا تصحيح، ثم عودة أخيرة قبل الصعود. هكذا سيكون النموذج، وسيكون أكبر من هذا النموذج، بالتالي هذه الموجة ستكون على شكل WXY، وبعد ذلك سنحصل على موجة أخرى التي هي ABC، لأن هذا النموذج أكبر من هذا النموذج، وبعد ذلك سنبحث عن الصعود. تلاحظون، أعيدوا هذا الفيديو أصدقائي لمرات عديدة وستفهمون تحليل الموجي والبريس أكشن بطريقة منطقية. إذا هذا هو تحليل اليوم، انتبهوا من هذه المنطقة. إذا كان هناك كسر قوي زائد منطقة تمركز أموال، هذا يقول صعود فقط إلى هذه المنطقة. إذا هذا هو تحليلي اليوم للبيتكوين. أتمنى أنكم تستفيدون من هذه الفيديوهات ومن هذه التحليلات. إذا كنتم تستفيدون انتسبوا للقناة، سأضع لكم رابط الانتساب أسفل في التعليقات. كذلك استغلوا عرض دورتين بسعر دورة واحدة، هذا هو الرابط أخي الكريم، خذوا كاملا. ليس لدي فريق دعم. إذا اتصل بك شخص وقال لك أنا من فريق دعم وسام، هذا كذاب ونصاب، انتبهوا من هذا الأمر. أنا أقوم بمجهود خرافي حتى ليتم النصب عليكم. خذ الرابط كامل، أطلب رسالة صوتية باسمك. إذا أخذت الرابط كاملا ويعني خلاص ما يكون عندك مشكل، ما راح يتم النصب عليك، لأنه أولا نحن لا نقبل الدفع بالكريبتو، بالتالي نقبل الدفع فقط في باي بال او تحويل بنكي، لا نقبل الدفع بالكريبتو نهائيا. فاذا دفعت كريبتو فهذا نصاب، فمنطقيا استعملوا ادمغتكم اخواتي الكرام. فانتبهوا من هذا الامر، هذا هو رابط الاشتراك في قناه او في الدوره، خذه كاملا، اطلب رساله صوتيه باسمكم. دائما احذركم، يعني لا استطيع ان اقوم باكثر من ذلك مع الاسف. لا تنسوا ان تدعمونا، ان تنتسبوا للقناه، لا تنسوا ان هدفنا هو تعليمكم ان العلم يعرف الكذب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا. مساء الخير عليك استاذ وسام، بس حبيت اشاركك هذه الصفقة السهلة والممتعة، واعتمادا على البرايس اكشن اكيد والتحليل الموجي. يعني صفقة مثل ما يقول طه حسين، السهل الممتنع، يعني السهل الممتنع جدا. يعني عند نطاق شمعت بعد النطاق، ما كان القويات ذيش القوة، لأن أنا دقيق كلش من ندخل، يعني أجن شمعتين تخيل ذني قويات جدا، انتظرت الارتداد اللي راح يصير. شوف النقطة اللي بعت بيها أفضل نقطة ممكنة، وهذا وقف الخسارة فوق النطاق. طبعا اعتمادا على الاشياء اللي صارت قبل هاي قبل هذا الصفقه، اكيد يعني هذا الموجه النازله دافعه قويه. طبعا هذا مناخ التصحيح، لانه هذا التصحيح اكبر اللي هو اكسبيندنج فلات، فهاي النقطه ممتازه. يعني اكيد عن طريق لو نكبر شوية الصورة، لاحظوا وياي، هذا عندنا أيضا expanded flat على النطاق الأكبر، وشوف الهدف وين، الهدف هنا مع الكسر. ما خليت 127 في بوناشي، لأنه الهدف يعني كبير وممتاز، يعني لا بأس. أكيد وهاي موجة الدافع الأصلية يعني الكبيرة. طبعا هذا فريم الثلاث دقائق، بس انا اضارب على الفريم الثلاث دقائق. استاذ وسام دورة خرافية بمعنى الكلمة يعني. وحتى قلت من اخلص هذه الصفقة لازم اسوي لك فيديو، صراحة اشوفك الارباح، اشوفكم الارباح. هذه الارباح 99.40%، ممتازة يعني. الله وكيلك، خليت الصفقة وطلعت، ما أعرف رحت وخليت أقول خسارة ورحت من قد ما متأكد يعني، حتى ما تابعت يعني. وشكرا لك وشكرا للجميع، ويعني أنصحكم شباب يعني بدورة الأستاذ وسام، لأنه
اللي يتداول بمعرفة يستفاد كثير صراحة. شكرا لك أستاذ، وشكرا للجميع، وعمتم مساء. السلام عليكم. والجزء الثاني من السهل الممتنع، طبعا أنا أسميه، اللي شاف ذاك الفيديو شاف هاي الصفقة اللي أنا سويتها، هاي الصفقة اللي هنا اللي أنا طلعت عند كسر الاكسبندنج فلات على هاي الموجة الكبيرة النازلة، طلعت عندها. بس لاحظت بأنه زخم البيع أكبر وأقوى هنا، فأقدر أدخل مرة ثانية إذا صحت الفرصة طبعا. ودورة أستاذ وسام يعني عظيمة، تخليك تدخل مرة ومرتين وثالثة بنفس العملة ومرتاح وما تخاف على أي شيء يعني. فنفس الشيء نفس الكلام سوالي هنا، ريجولار فلات نفس الحالة، طبعا الزخم أقل يعني، أقل عند هذه الموجة، هاي الموجة شلون أطول طبعا. هنا طبعا كسر لي نفس الشيء بشمعة قوية، بشمعة قوية دخلت مع هذا الزخم طبعا، وقف الخسارة هنا فوق النطاق. ارتد حاول بس ما يقدر يعني، ما يقدر لأنه ماشي بتفاصيل الدورة يعني 100 100. فالدورة مستحيل تخذل أحد إذا واحد يعني يمشي وياها 100% وبنفس القواعد اللي قالها أستاذ وسام. فالمهم أول هدف كان عند الكسر، أول هدف لأن هذا ريجولار، وثاني هدف اللي هو 127 في فيبوناتشي، هذا طلعت بذن الهدفين حلوات ممتازات، والسعر نزل أكثر يعني. وإذا صحت فرصة ثانية أو فرصة ثالثة فندخل يعني، ما كل مشكلة يعني، إذا توفرت نفس الشروط ونفس الفرص. وهذه الصفقة هذه كانت 99%، هاي 96%. وشكرا للأستاذ وسام، أحسنت والله، وعاشت إيدك على الدورة الجميلة العظيمة يعني. شكرا للجميع.